بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزارة التربية والتعليم عاجل، لو تعرف حد في ثالثة ثانوي اديله الروابط دي. الوزارة نزلت امبارح نموذج بوكل التجريبي 2019 لكل المواد، مهم جدا. لو تعرف حد في ثالثة ثانوي اديله الروابط دي. الوزارة نزلت امبارح نموذج بوكل التجريبي 2019 لكل المواد، مهم جدا. نموذج امتحانات الثانوية العامة 2019، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن طرح نماذج تجريبية لامتحانات البوكلت للشهادة الثانوية في جميع المواد. نموذج تجريبي الامتحان الثانوية العامة البوكلت، ويجب على جميع طلاب الثانوية حل هذه الامتحان التجريبي حتى يتأقلم الطالب على امتحان الثانوية العامة، لأنه سيأتي بنفس الترتيب وبنفس النص. وهي جميع الروابط، ولتحميل جميع المواد من هنا: اللغة العربية واللغة الإنجليزية والفيزياء والتاريخ والكيمياء والجغرافيا والأحياء والجيولوجيا وعلم النفس الديناميكا الاستاتيكا جبر وهندسة فراغية التفاضل والتكامل اللغة الفرنسية اللغة الإيطالية اللغة الألمانية. وياريت يا جماعة اللي عنده حد في ثالثة ثانوي يبعت له الروابط دي. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.